طالع للتفضيل، لكن تبتلكم القاعدة هنا إذا احتوت الصفر على مقطع واحد بالمقارنة أضع ER والتفضيل EST. أما إذا انتهت بحرف صحيح وقبل حرف L فهنا أبدي أضاعف الحرف الصحيح وأضع ER وEST بالتفضيل. أما إذا انتهت الصفر بواي فراح تنقلب إلى I وأضع الإضافة. وقلنا إذا كانت الصفر أكثر من مقطع فبالمقارنة أضع بدايتها مو والتفضيل أضع بدايتها مص. وهنا عندي صفات ما تنطبق هذه القاعدة وهي صفات شاذة يجب حفظها. فالجود بالمقارنة تصير better best، bad was worse، far forever furthest، والmoney والmuch more most، واللittle والfew تتحول less best.